بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انطلقت ثورة تشرين العظيمة، ومن هذه الساحة أدي رسالتي بقصيدة إلى ذيقار الحبيبة. يا أيها العالم، انحني لمدينة المقدسة، فهي منارة للشهداء. قد أنجبت غر فسفكوا دماءه، ذيقار أعلن الثأر فتهيئوا. هبوا ولبوا النداء أشبالهم، ومن جوف الصحاري لها تعددوا. صلى إبراهيم عليها فزكاها، فقال أجيالها اشتدوا الأجيال. فخرنا عزتهم أهل للدفاع، كل من رأى ظلما اهتفوا فثاروا. عندما سلبوا حقها صرخت بصوتها كالرماح، عين التصدي لا تستحي، فلتموت الرجال فنسلهم أورو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أول نقطة في هذه الثورة، نحن نشكر القنوات الفضائية التي ساندت هذه الثورة ونقلت صوتها إلى مختلف جهات العالم، ليرى العالم مظلومية الإنسان العراقي والمواطن العراقي ومدى المعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي. وفي قصيدة نوضح فيها معاناة الشعب العراقي يقول: وإذا مررت بالعراق ليلاً لوجدته مقبرة وادي السلام، يعثو به الفساد آكلا مذ أقدم الأزمان. واليوم صرخ مستنجيا بأبنائه أهل الشهامة الأحرار، فقالوا لبيك يا عراق فنحن لها سيف على رقاب الفساد. ونهضوا كنهضة الحسين مناديا الموت أولى من ركوب العاري. أولا عدنا عدة نقاط احنا راح نعرج عليهن، يكون هذا الشعب هو مصير واحد. ميناء الفاو الكبير يعتبر نقطة مهمة لا يمكن التنازل عن شبر من عدها. اثنين، وحدة العراق ووحدة أراضيه ووحدة بلده وشعبه وطوائفه جمعا، هاي ما يمكن تصير بها طائفية. احنا نريد الشعب واحد، نريد الأمة العراقية وحدة، نريد ندافع عن هذا البلد، نريد البلد هذا يتحرر بدماء العراقيين الشرفاء. ثلاثة، نريد محاسبة قتلة المتظاهرين وأمام الرأي العام وأمام القانون العراقي وبأيادي عراقية، نشوف المحاكمات عن طريق المحكمة العراقية وليس من قبل دول مندسة وتدخلات الخارجية. احنا نريد شيء على الواقع نشوفه وشيء ملموس. ثالثا، احنا اي جهة تتدخل وتمثل مظاهراتنا وتدعي الى الشقب وغيرها وما ادري شنو هاي السوالف واللي يجيب وذب، احنا اولا متظاهرين متعلمين، أول عدنا أخلاق وأبناء عوائل وأبناء مدن ومثقفين إلى درجة. ماكو داعي نروح ونحرق بلدنا ونسوي لنا أشياء تافهة وخارجة عن القانون ونصادم ويا الشرطة أو الجيش. إحنا أبناء مثقفين، ذولا أولدنا وذولا أخواننا الشرطة والجيش، إحنا ما نصادم وياهم. بل هنالك مجموعة من المندسين الذين تدج بهم الأحزاب لكي يسيئوا إلى المتظاهرين، وإلا هؤلاء المتظاهرين كلهم مثقفين وكلهم على علم ودراية تامة بسلمية المظاهرة وثقافتها. وإن شاء الله نصر للثورة بإذن الله وبقوة سواعد أبناء العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بذكرى تجديد ثورة تشرين، هو مو نقول ذكرى وإنما هو هذا اليوم هو مدد لثورة تشرين، وباقين على مطالبنا المشروعة، سلميتنا ومطالبنا المشروعة. أي الأمر اللي ما جاي تفهم الأحزاب والسياسات القمعية، إنه إحنا تعلمنا درس كما قالها غاندي: تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما كي أنتصر. باقين على سلميتنا وباقين على وضعنا ومستمرين بسلميتنا لتحقيق النصر على هذه الأحزاب القمعية. رسالة إلى العالم أجمع، من مدينة منكوبة، من محافظة منكوبة أهلكت تماما، ننقلها إلى العالم أجمع، إلى جميع إنسانية العالم، إلى شرفاء العالم وأحرار العالم، إنه الشعب العراقي قتل وجوع وشرد. فنرجو من شرفاء العالم ومن أحرار العالم
أن ينقذ هذا الشعب العراقي. باقين على سلميتنا ومستمرين بتظاهراتنا إلى حين تحقيق المطالب، ومن مطالبنا هي تحقيق انتخابات عادلة وتحقيق إدانة القتلة وجميع من تلطخت أيديهم بدماء الشباب الأبرياء. هذه مطالبنا، ومطالبنا هي مو صعبة للعالم، لكن المفهوم العام إنه أكو من جاي يتبع أجندات لدول أخرى ما يرضون يحققون هذه المطالب. لذلك إحنا ندعو أخواننا في الشارع الذيقاري بكافة فئاتهم أن يآزرونا وأن يوقفون ويانا، ونكرر ونعيد رسالتنا إلى العالم أجمع، إلى جميع من يدعي الإنسانية وإلى جميع الشرفاء والأحرار في العالم، إنه الشعب العراقي قتل وهجر وجوع وقمع، فنرجو من أحرار العالم أن يقفون مع هذا الشعب العراقي. معكم من ساحة الحبوبي الثائر أحمد التميمي. عادت الثورة وعدنا من جديد للمطالبة بالمطالب المشروعة، وهي محاسبة قتلة المجرمين وعلى رأسهم جليل الشمري، إعادة الأموال المسروقة، تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي حتى يستقر البلد، يستقر اقتصاد البلد والأمن والأمان، وكما نطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وإعادة المبالغ المسروقة، وتقديم رؤوس الدولة الكبار الذين نهبوا الخزينة وأودعوها في بنوك الخارج. نحن نطالب، هذه أموال عراقية وليس مال خاص، هاي كلها أموال الشعب. كما نطالب على تعويض الشهداء وجعلهم شهداء وتعويض الجرحى وإرسال المعوق منهم إلى الخارج بما يخص الجرحى. وكما نطالب أيضا بانتخابات مبكرة ونزيهة جدا وبإشراف أممي وفي وقتها المحدد الذي حدده دولة رئيس الوزراء، ونطالب رئيس الوزراء أن يوفي بعهوده، لا بس إعلام وبيانات فارغة، يجب أن يطبق ما قاله على أرض الواقع وليعالج مسألة المتظاهرين والاحتجاجات وثورة أكتوبر. ثورة أكتوبر تستمر لأنه ركائزها دم الشهداء الغالية، هذه الركائز الذي أرسوا الشهداء قاعدة مستقبلية إلى مستقبل العراق. وكما لا نقبل أن يكون العراق صراعاً بين أمريكا وإيران، نرفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً. إذا تريد أمريكا أن تحارب إيران فتحاربه على أرضه، وإذا تريد إيران أن تحارب أمريكا فتحاربها على أرضها. لا نقبل قط، ولا نقبل أي قرار يملأ على العراقيين من دول الخارج. نريد حكومة وطنية عادلة، قرارها قرار عراقي بحت، تقدم العيش الكريم إلى الطلاب وإلى الخريجين وإلى المعوزين وإلى أصحاب تحت خط الفقر، وزيادة رواتب المتقاعدين والفئات الصغيرة. كل هذه الأمور مطلوبة من الدولة أن تقدمها إلى الشعب.
من ساحة الحبوبي متظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة والخلود لشهدائنا والشفاء العادل لجرحانا. مر عام على ثورة تشرين، أريد أوصل رسالة للي يقول ثورة تشرين ماتت وباقي بالبيت. أريد أقول له منجزات ثورة تشرين أقالت حكومة كاملة برئيسها ووزرائها، إلغاء قانون سانت ليجو، هذا قانون مجحف للعراق، ظهور جيل شباب واعي ومثقف. إن شاء الله ثورة تشرين باقية، مطالبنا اللي بالأيام القادمة والأشهر القادمة محاسبة قتل المتظاهرين، انتخابات عاجلة ومبكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت وافد أبناء مدينة الناصرية إلى ساحة الحبوبي بأقضيتها ونواحيها في ذكرى 25 تشرين لإعادة إحياء المطالب هذه الثورة، وأن هذه الثورة ما زالت مستمرة في مطالبها ولا تنحي عن هذه المطالب حتى تحقيقها جميعها. ومن بين هذه المطالب محاسبة قتل الشباب السلميين المتظاهرين، وأيضا قانون انتخابات عادل، ومحكمة الاتحادية يجب أن تقر ويجب أن تبث في مهامها، كذلك أيضا قانون الانتخابات يجب أن يكمل على أكمل وجه وكما يرتضي الشعب العراقي. اليوم هي الذكرى الأولى، السنة الأولى، الذكرى الأولى سنة لانطلاق هذه الثورة التي انطلقت ب 11/2019 ولحد هذه اللحظة. الحشود المليونية التي تجمعت في ساحة الحبوبي ما زالوا مستمرين بتظاهراتهم واحتجاجاتهم الشعبية حتى تحقيق المطالب التي خرج من أجلها. نحن طلعنا على مطالب على مستوى بلد، هي مفوضية مستقلة وقانون مصادق على قانون انتخابات وكشف قتلة المتظاهرين وانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة وحصر السلاح بيد الدولة. نحن مستمرين، هذا الشباب اللي طلعت من يوم 11 لحد هاي اللحظة هم طلعوا من أجل العراق فقط، طلعوا لكي يرجعون هيبة العراق. العراق على مدار 17 سنة دمار العراق هو سبب السياسة الفاشلة، هذه السياسة الطبقة الفاشلة اللي هي محاصصة وميليشيات وعصابات وفساد. أصلاً مجلس النواب هو كله فاسد، ف
فعلى مجلس النواب أن يحل نفسه خلال هذه الفترة، لأن إحنا مقبلين على انتخابات مبكرة، وعلى الكاظمي أن يكون جاد باتجاه المتظاهرين. نوصل له رسالة من خلال قناتكم، يا رئيس الوزراء الكاظمي، أنت على مدار 5 أشهر لحد هاي اللحظة وعود وبدون تنفيذ. أنت لولا دماء الشهداء ولولا تضحيات الشهداء ما أجيت لهذا المنصب. فهذول هم المتظاهرين الحقيقيين، وهم الحسينيين الحقيقيون، وهم الثوريين الحقيقيون. فنحن ما زلنا مستمرين على تظاهراتنا واحتجاجاتنا. فهذه المسيرة اليوم التي دعا إليها أبناء محافظة ذي قار وثوار العراق بصورة عامة، اشترك بها جميع الفئات أو جميع أطياف الشعب العراقي، الفلاح والمهندس والمعلم والدكتور، كل جميع أطياف الشعب العراقي. فنحن اليوم نطالب من الكاظمي الكشف عن قتلة المتظاهرين. يعني أنت عندك 25,000 جهاز استخباري وأمني ما عرفت، وخلال ساعة واحدة كشف عن الطفلين اللي ذبتهم والدتهم في نهر دجلة، خلال ساعة كاملة لقيت القبض عليها. أنت كنت رئيس جهاز المخابرات العراقية، فتعرف الكبيرة والصغيرة. فنطالب من عندك كشف عن قتلة المتظاهرين. اليوم عادت الثورة بحلتها وبشبابها وبجمالها. ثورة تشرين المباركة تؤكد على أن الثورة ليس ماتت، وإنما أعطت فترة نقاها لكثرة حسابها ضد المسؤولين الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب وجاءوا من أجل السلطة ومن أجل الثروة وليس جاءوا من أجل الشعب. فنقول لهم هذه الثورة المباركة اليوم انتفضت بحلتها الجديدة وبخطتها الجديدة. نقول لهم أيأسوا ولا تكونوا مطمئنين، إنما الثوار يعودون أمجاد العراق، وأخذنا تعهد على أنفسنا لا نعود حتى يعود الوطن المغصوب من قبلكم. يا أيها العملاء كونوا على ثقة، إنما انتهى دوركم وانتهت مهمتكم السلطوية المجرمية القتلية. نحن نقول لكم ارحلوا واضعوا واتركوا العراق للعراقيين. انكم عملاء وجئتم برسالة عميلة ليس للشعب، الشعب هو مصدر السلطات وهو مصدر الحكم. الشعب يأس منكم كما يأس من اهل القبور. نقول هذه الشباب ورحم الله الشهداء الذين ضحوا من اجل العراق ومن اجل شباب العراق، نحن اليوم نقول للعراق لا نعود حتى تعود معنا من ظلم الجائرين وفاسد الفاسدين الحاكمين الذين سلطوا على ثروة الشعب والحكم. نقول لهم نحن ثابتون وعازمون على طريقنا. نحن عبرنا النهر مرة، وهذه المرة عبوره إلا الناصر. ونقول لهم عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، وبارك الله بكم وشكرا لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والخلود لشهدائنا الأبطال ثورة تشرين الذين ضحوا بدمائهم وعوائلهم وعافوا أهلهم لأنهم باركوا الثورة هاي اللي ثورة تشرين اللي نادى بها الشباب، نادى بها الشعب من عدل الحرية والسلامة والكرامة. فنحن عندنا مطالب يعني كلش قليلة، يعني يدي بها يمكن الوزراء القادمين والحاليين، وهي مطالب كلش بسيطة. ما معقول السيد الكاظمي هالمطالب ما يسمعها لا بالتلفزيون ولا بالراديو ولا عند البشر، يعني مطالب كلش بسيطة. ونحن قائمون بثورتنا ورحمة الله على شهدائنا الأبطال ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم 25/10 نلاحظ حشود الالاف من جماهير ذي قار لتجديد العهد الى شهداء ذي قار الغيارة، ولازلنا مستمرين بمطالبنا الأساسية وهو قانون انتخابات ومحكمة اتحادية عادلة، وكذلك نطالب بالقصاص من قتلة أبنائنا الذي لازلوا إلى الآن وهم خارج سراب القضاء وخارج السجون. نطالب الجهات المعنية بإصدار مذكرات القبض بحقهم بأسرع وقت. ونحن خرجنا سلميين كما أصدرنا بيانا سابقا بنحن سلميين، وأي شيء خارج السلمية فهو لا يمثل المتظاهرين. ونرجع ونقول إحنا مطالبنا سلمية ولازم تتحقق، وما نرجع إلا تحقق هذه المطالب. المتظاهر أركان محمد علي معاذ الثقاب.
تعلمته من الحسين أن تشرين طفو جديد بوجه الفاسدين والظالمين. ها هي ثورة تشرين تعاد مرة أخرى، بل هي امتدادا لثورة تشرين في السنة الماضية، وليس فقط أحياء لهذه الذكرى وأحياء ذكرى شهدائنا الأبرار الرحمة والخلود لهم إن شاء الله. وهذه الثورة، ثورة تشرين، هي سلمية، عدم غلق دوائر، وكذلك عدم الاعتداء على الممتلكات العامة ولا الخاصة ولا الطرق ولا الجسور. هي سلمية 100% من ساحة الحبوبي وكذلك باقي الساحات. وكذلك احنا مطالبنا، مطالب تشرين، تعديل قانون الانتخابات، وكذلك هو دوائر متعددة صغيرة، ونطالب كذلك بإلغاء مجلس أو حل البرلمان. هاي من المطالب المهمة في هذه ثورتنا، وتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، والحرية للمختطفين والمغيبين. وأنا أخص بالذكر زميلنا وأخونا سجاد العراقي وعلي جاسب وبقية أخوتنا في باقي المحافظات المنتفضة في تحريرهم، وإن شاء الله النصر قريب على كل الأحزاب، لأن الفساد طغى خاصة في هذه الفترة، قطع الكمية وكذلك قطع الرواتب الموظفين. نطالب بهذه كل الأمور. احنا ما خرجنا فقط على هذه المطالب الخاصة أو المعينة، بل احنا خرجنا من أجل نريد وطن خالي من الأحزاب الفاسدة، لأن طغت على مدار 17 عاما، ونحن الآن نكرر مطالبنا بإلغاء هذه الأحزاب، ونقول لهم كلا كلا للأحزاب الفاسدة، كلا كلا للأحزاب. من الناصرية مهند المنصور.